صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب بالسعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يسود الطقس غائم جزئي بغيوم عالية، 33 درجة مئوية، الملموسة 30، الرطوبة منخفضة حوالي 20%، والرياح تكون معتدلة السرعة. أما بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، المنطقة الشمالية نبدأ بسكاكا 32 إلى 19، عرعر 32 إلى 18، أما تبوك 34 إلى 20. المنطقة الغربية نبدأها بمدينة الطائف، حيث تهطل زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 23، مكة المكرمة فرصة ضعيفة لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر 40 إلى 30، المدينة المنورة 39 إلى 27، مدينة جدة 36 إلى 28. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار متوقعة في الباحة 27 إلى 22، أيضا أبها زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 20، أما جازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة 35 إلى 25، الحفر الباطن 35 إلى 24، أما الإحساء 38 إلى 25 مع طقس غائم جزئي. الرياض المنطقة الوسطى نبدأ بالرياض 37 إلى 26، بريدة 37 إلى 24، أما حائل 33 إلى 20. تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.